السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. اليوم راح نحكي لكم عن وصفة، وهي الوصفة بتنعد من أقوى الوصفات لعلاج مرضى الكولون والتخلص من الكولون بشكل نهائيا بإذن الله تعالى. كل ما عليك أنك تروح لعند أي عطار وتطلب منه هذه الأعشاب اللي راح أطلبها منك: 100 جرام من بذور الكمون، 100 جرام من بذور الشمرة، 100 جرام من بذور اليانسون، 100 جرام من عشبة البردقوش، 100 جرام من بذور الكراوية، 50 جرام من زهرة البابونج، 50 جرام من عشبة السنمكة، 50 جرام من العرقسوس. بتطلب من عند العطار نفسه انه يطحن لك اياهم، ينعملك اياهم يكونوا مطحونين، بتاخذهم على البيت وتعطي منهم للمريض مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في اخر نهار في الليل على الريق طبعا. يضاف لكل كوب ماء مقدار ملعقة من هذه الاعشاب اللي وصفت لكم عليها، ويصب عليها ماء ساخن وتترك لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم تصفى وتعطي للمريض. بإذن الله تعالى خلال فترة بسيطة جدا رح يلاقي عليها إفادة. تابعوا هذه الوصفة حتى الشفاء تماما، حتى ينضف منكم الكولون، فبإذن الله تعالى رح تلاقوا عليها إفادة كبيرة. وأتمنى الخير والصحة والعافية للجميع. أرجو نشر هذا المقطع حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام.